بس هي صعبانة عليا قوي. أنا لمحت الدموع في عينيها. لا يا حبيبتي، ما يغركيش السهوكة والدمعتين. يا خرابي عليك يا سميرة، بريه منك بريه. طنط سعاد، طنط سعاد، يعني الست بتهديني أطلع معاها قليلة الذوق؟ ما أنت عارفة بتهديكي ليه. وطي صوتك يا شكري بيه. اللي مصحيك لغاية دلوقتي كده كويس؟ كويس. كنت عايزة أطمن عليك. ليه؟ خفت لا تستهوى محمام بيتنا. بس بابا مش مظبوط النهاردة، مش طبيعته خالص. يمكن زهق من قعدة البيت. هو بيقعد ده طول اليوم برا البيت والليل كمان. كرهي يا سمير، هو انت بنته ولا مراته؟ يا رب والنبي ارزقني بواحد فطيبته وحنيته يا رب يا رب. الله، انت خارج يا بابا؟ ايوه. انت لحقت؟ شو قلتلك؟ الستوري دي ماما، انت ليه زعلانه؟ لا يا حبيبتي انا مش زعلانه ولا حاجه. ممكن تفتحي الباب؟ ازيك يا عم شكري بيه؟ ازيك يا اميره فاطمه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اهلا يا شكري بيه. بسم الله ما شاء الله ونعم التربيه يا سعاد هانم. هاتي لنا بقى السبرتايه من جوه يا ست فاطمه عشان هشرب القهوه مع الهانم مامتك. حاضر يا عم شكري بيه. يلا يا حبيبتي. ما شاء الله. اتفضل يا شكري بيه. أنا بعتذر يا هاني. اعتذارك مقبول يا بيه. والله مش عارف إيه اللي حصل اليومين دول. سلامتك. الحمل تقيل يا سعادة هاني. البنات في العمر ده محتاجين أم مش أب.